طيب احنا كنا هنقرا كتاب، قلنا اننا سنقرا كتاب ايها الولد المحب للامام الغزالي. المدار في كل في الكون كله والمخلوقات كلها على ايه واحده، فاذا اقمت نفسك في هذه الايه كنت قريب من الله تعالى بحسب اجتهادك وبحسب ما ينزلك المولى عز وجل في منزله معينه. هي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهذا الكتاب بنقرا كتاب منهاج العابدين، ها والشرح بتاعه مجلدين ماشي على الكلمه دي، وما خلقت ان تحقق قياما في مقام الاولويه لله تعالى تقول بهذه الايه. حتى الايه فيها استثناء والاستثناء يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، استثناء يعني الحاجه واحده بس العباده، لا خلق الجن والانس بل المخلوقات كلها حتى الجمادات، فهي تعبد الله وتسبحه ها بغير ارادتها كما ان الله سلبها الاختيار فمنحها ان تسبحه سبحانه وتعالى. فنقرا كتاب ان شاء الله ايها الولد. دايما لما تيجي تقرا اي كتاب اقرا مقدمته عشان تعرف المنهج العلمي بتاعه بيتكلم على ايه وايه البدايه بتاعته وايه النهايه وما الى ذلك. قال في النسخة اللي معايا دي للتحقيق ضد الفتح للدراسات والنشر، قال كتاب أيها الولد لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 550. كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله ورضوانه مجدد المئة الخامسة، كده قال مجدد المئة الخامسة الإمام الغزالي، وسموه حجة لقبوه بحجة الإسلام، ولم يلقب بذلك اظن حد غيره حجه الاسلام الا الامام الغزالي، لانه كان لما دخل المعسكر العلمي كانت في بغداد ياتي جميع انواع العلماء من جميع اطياف طوائف العالم، كانوا يتعلمون الطب في اللي يجي اهل اوروبا الفرنجة يتعلمون الطب على يد العلماء المسلمين في بغداد وما الى ذلك مدينه العلم. وكان ياتي العلماء في جميع انواع العلوم الى تلك المدينه. فالامام الغزالي كان في المعسكر بتاع النظام، نظام الملك او النظام او النظام او او نظام الملك، كان له معسكر للعلماء. فدخله الامام الغزالي ها وتكلم في كل العلوم الموجودين. فما حدش يقدر يقف امامه او ياتي بحجه ضده، بل كان يرد على جميع اسئلتين في جميع العلوم ها وما حدش يقول. فلقبوه بحجه الاسلام وشهدوا له بانه مجدد المئه الخامسه. ولا ترى الامام السيوطي ان المجدد في المئه الخامسه مجدد يعني عالم اهل الارض، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. اختلفوا بقى في الحديث واسع قوي، حديث صحيح لكن إيه؟ اختلفوا في التأويل، وهل يجدد في جميع العلوم؟ فأكيد في واحد يجدد في جميع العلوم اللي هو زي الغزالي في وقته ها؟ لكن أو ممكن بقى واحد يقول إيه ده بيجدد في البلد الفلانية وده بيجدد في البلد الفلانية، واحد يقول لك ده بيجدد في العلم الفلاني والتاني بيجدد في العلم التلتاني، فلكن اتفقوا إن في واحد بيرقصهم كلهم اللي هو مجدد المئة اللي هو بيكون ألم بالعلوم كلها دي وبيرد، واتفقوا على أن الغزالي هو مجدد المئة الخامسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الغزالي تكلم في جميع العلوم، تهافت الفلاسفة وتهافت التهاف في علم الفلسفة، وأصول الدين أصول الفقه المستصفى للغزالي ها المستصفى يعتبر أحد الكتب الأربعة التي عليها علم أصول الفقه، وضع علم أصول الفقه على أحد الكتب الأربعة المستصفى والبرهان من أهل السنة والعمده والمعتمد من اهل من المعتزله، لان علم اصول الفقه له جهه عقليه شديده جدا للتدخل، لذلك اعتبروا اراء المعتزله فيه، وكمان المعتزله لم يعني يجانبوا الا في بعض الفروع الاصوليه خالفوا زي التحسين العقلي والتقبيح العقلي، ده اصول ده اصل عندهم، لكن هم خالفوا اهل السنه في ذلك. لكن في كتب اربعه معتمده كان منهم كتاب الامام الغزالي المستصفى، وعمل اصلا منقول مختصر المستصفى وتكلم في العلوم كلها، وفي علوم الدين كتب قواعد العقائد وشرح يتكلم في العقيده قواعد العقائد، فهو كتاب احياء علوم الدين ده من كتب تقرا تحفظ تولد تقرا كده تلاقي نفسك ايه عندك خشوع وذل وعبوديه لله تعالى وترتاح. كنا نقرا كل ثلاث ايام
كل 3 أيام مرة. وإحنا شرحناه إن شاء الله نشرحه مرة تانية إن شاء الله. فأتكلم في كل العلوم الشرعية وغير الشرعية رضي الله عنه وأرضاه. فصار حجة الإسلام. قال نشوف المترجم ترجم له بماذا قال. قال أيها الولد المحب لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 505 هجرية. قال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في سدود، هو الإمام الكبير جامع أشتات العلوم ومجدد أمر الدين في عصره. أبو حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالي الطوسي الشافعي. وطبعاً الإمام الشافعي وصل للإمتداد المطلق. في أحد الكتب في أحد تراجمه قرأت أن رجل جاء استفتاه، هو كان هو مجتهد مذهب، فمن أصحابه يقول قطعاً من الشافعي، ولكن هو وصل للإمتداد المطلق في مسائل كتير، ولعله هو مجتهد مطلق على الإطلاق غير مقيد بمذهب معين. فمما ورد عنه أنه رجل كان أحد العلماء قاعد عنده، ورجل جاء استفتى الإمام الغزالي. فالإمام الغزالي أجابه بإجابة غير إجابة ليست من مذهب الشافعي. فالرجل بعد أن انصرف السائل قال لقد سأل يعني أنت لقد سألك عن مذهب الشافعي. قال لم يسألك عن مذهب الشافعي، إنما أنا أفتيته باجتهادي. ها يعني اجتهاد مطلق. وكان الإمام النووي يقول في مسألة اللي هي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. فقال في استثناء لهذه القاعدة، والاستثناء هو إيه؟ إذا غلب يجوز معاملة من غالب ماله حرام ها مع الكراهة. يبقى الغالب ماله حرام يجوز أن أتعامل معه معاملة مالية سليمة مع الكراهة. الإمام الغزالي قال لا، مش غالب المال، قال لو تنصف المال يتوقف. فإذا غلب الحل جاز المعاملة، وإذا غلب الحرمة ها لم يجوز المعاملة. يعني لو 60% حرام ما يجوزش المعاملة، 40% حرام يبقى يجوز المعاملة لأن 60% حلال. فده رأي الإمام الغزالي في المذهب، لكن أهل المذهب خالفوا في المسألة، قالوا لا ولو غلب الحرام، يعني 90% حرام يجوز المعاملة مع الكراهة. فقالوا هذا ليس على قواعدنا، الإمام النووي وهذا ليس على قواعد مذهبنا، بل هو على قواعد مذهب المالكية. يعني هو متبحر في العلوم والأصول وقواعد القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وكل حاجة. ده عشان كلمة شافعية. ولد في سنة 450 هجرية بالطبران في قصبة طوس في خراسان. قصبة يعني زي ما تقول القرية أو المحيط، جزء محيط من البلد الأساسية. قصبة طوس زي ما يقول زي الإمام النووي يقول ولدت في إيه؟ في حوران، وهي قصبة بلادنا إيه دمشق. خلاص؟ الإمام النووي ولد في نوى، في نوى، وولد في نوى وهي قصبة ولادتنا، يعني زي ما تقول إيه؟ الضاحية، الضاحية المجاورة للبلد. ولد في سنة 450 هجرية بالطبران في قصبة طوس بخراسان، ضاحية خراسان، ضاحية طوس. طلب العلم على أكابر أئمة عصره كالإمام أبي نصر الإسماعيلي والإمام وإمام الحرمين الجويني. وطبعا طلب الطريق على يد مين؟ اللي يهضر معنا الناس. ها؟ طيب. كان حجة الإسلام شديد الذكاء، قوي النظر، عجيب الفطرة، قوي الحافظة، غواصا في المعاني، مناظرا محجاجا. له حجة قوية راسخة. صنف التصانيف الباهرة في الرد على فرق المخالفين من الفلاسفة والباطنية والمعتزلة والمجسمة. شو كلامه في الآية؟ أو ده غاب عن إن أنا أذكر إنه كان في وصول الدين متمكن جدا حتى يرد على الطوائف الضالة كلها. صنف التصانيف الباهرة في الرد على فرق المخالفين من الفلاسفة والباطنية. الباطنية الفلاسفة طبعا الذين يقولون بقدم الدنيا وقدم الخلق، والباطنية طائفة كافرة من طوائف التي انتسبت للإسلام لأنها لهم أحوال عجيبة كده، يعلنوا قيام الساعة ويستحلوا كل شيء. مثلا الباطنية دول كتب عنهم كتاب فضائح الباطنية لابن الغزالي. والمعتزلة، رد على المعتزلة في كتبه في الأصول،
بالتحسين العقلي، التحسين العقلي والتحسين الشرعي، فرد عليهم في المسائل الكثيره التي خالفوا فيها اهل السنه والجماعه. والمجسمه، رد على المجسمه، ولذلك هو كان اشعريا، الامام الغزالي كان اشعري المذهب وغيرهم. ثم اقبل على تحقيق العلوم الباطنه ففتح عليه وكتب كتابه العظيم احياء علوم الدين. وفي الرابع عشر من جمادى الاخره سنه 505 هجريه اجاب رضي الله تعالى عنه داعي الحق بعد ان انفق عمره في خدمه العلم والدين، فرضي الله عنه واسكنه فسيح جناته. الامام الغزالي كتب احياء علوم الدين في بيت المقدس عند احتلاله من الصليبيين. يوجد مكان هناك في بيت المقدس معروف ان هو زاويه الغزالي، او المقام اللي كان بيكون فيه الامام الغزالي والف علوم الدين في ذلك الوقت في اثناء الاحتلال الصليبي لبيت المقدس في عصره. ومن عجائب كتاب احياء علوم الدين احنا كنا بنشرحه ايضا بس توقفنا، ان ما من كلمه فيه الا بلد الشيخ الزريدي يشرح الكلمه في ثلاث صفحات، كلمه واحده من كلام الامام الغزالي يشرح في ثلاث صفحات. والشيخ الزريدي جزاه الله خيرا عنا وعن الاسلام وعن وجزاه عن الامام الغزالي خيرا، اتى بالادله فازال الادله الباطله او الاحاديث الموضوعه وبعد ذلك ايات قرانيه او احاديث صحيحه في الاستدلال، والحمد لله كنا سائرين على هذا النهج. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس زي ذلك الطالب يعني. ثم أنام تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا ويؤنسني في قبري، وأيها لا ينفعني حتى أتركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. حديث رواه مسلم. فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء وسأله مسائلا والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كان مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بها فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه بجواب اللي هي: أيها الولد المحب الله. ثاني نقرأ دي المقدمة دي اللي كتبها السائل اللي هو الولد الذي سأل الإمام الغزالي عن الطريق إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين المقدمين، أي مقربين للإمام الغزالي، متقدمين معنى مقدمين أي معنى مقربين للإمام الغزالي، لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه على الإمام الغزالي حتى جمع دقائق العلوم، بقى إيه من أقرب تلاميذه المقربين إليه والعالمين اللي هو يقربهم الشيخ، واستكمل فضائل النفس، أيضا كان بيربي نفسه على كلام الشيخ زي ما كان الشيخ بيشرح الإحياء وما إلى ذلك. ثم انه تفكر يوما في حال نفسه، هذا التلميذ تفكر او الولد تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله وقال: اني قرات انواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري على تعلمها وجمعها، والان انا دلوقتي تمكنت في العلوم كويس وعندي كل العلوم او معظمها يعني،
والآن ينبغي أن أعلم أي نوعها ينفعني غدا، إلا ينفعني في القيامة وفي القبر ويؤنسني في قبري، وأيها لا ينفعني حتى أتركك. اللي ما ينفعنيش أتركه بقى مش هزود. هو وصل للحد الأدنى في المشاركة بجميع العلوم، ها؟ اللي هو يعني إن هو عنده مشاركة بجميع العلوم، ألم بما لا يسع طالب العلم جهله في كل علم من العلوم، وورع في بعضه أيضا في بعضها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال: فاستمرت له هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله تعالى استفتاء، وسأله عن مسائل والتمس منه نصيحة، كأنه عايز الخلاصة، كأن الكتاب ده خلاصة النصيحة في الطريق إلى الله تعالى، والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كان الطالب، قال إيه؟ وإن كان مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي. عايز الملخص، الخلاصة اللي أنا أمشي بيه وأعمل بها فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إليه في جوابه. هو طبعا صرفت ريعان عمري على تعلمها، ان ابتدى في شبابه، كان مرحله الشباب كانت تنتهي وهو كان موفر نفسه لطلب العلم. ده معنى ريعان عمري، اي اول ريعان يوصل بها الشباب، اللي هي قمه الشباب. خلاص، فصرفت وقت ما يكون عندي النشاط والهمه كله لطلب العلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ايها الولد المحب العزيز، أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. أول ملحوظة أنه إيه؟ كأنه يشير إليه أنك يجب أن تكون حاضراً في العلم، أن يحضر العلم في ذهنك كلي، كل ما تتعلمه يبقى حاضر، وده اللي بيوصلك لإيه؟ الكمال. سيدنا الشيخ علي جمعة رضي الله عنه وأرضاه، كل العلوم في ذهنه، تكلمه في أي علم يديك النهاية بتاعته، في كل مسألة، على سبيل الدقة، إيه؟ بيقرأ 200 صفحة يومياً إلى الآن. سأل مرة الدكتور جمال فاروق: يا مولانا بيناقشوا في مسألة. فقال له: يا دكتور جمال، أنا قرأت 45,000 عنوان، يعني 45,000 كتاب أراهم، 45,000 كتاب. خلاص، كان بينام ساعتين ثلاثة، بيقرأ كل يوم 200 صفحة على الأقل، ها؟ فبيقول له: يا دكتور جمال، أنا قرأت 25,000 عنوان، أي 25,000 كتاب، فبتناقشني في إيه؟ دلوقتي أظن بقوا 50 أو أكثر، 50,000. لأن الكلام ده كان من 3-4 سنين، أيام أول يعني في بداية الثورة يعني، فكان الكلام ده زمان، فكان 45,000 كتاب. قال: اعلم أيها الولد المحب العزيز، أنت عزيز عليا وأنا بحبك، وأنت قريب مني لأنك أنت من طلبة العلم النبلاء عندي، أطال الله بقاءك بطاعته. دعاء حلو أوي، يبقى أطال الله بقاءك، بس ده مكروه أن تقول الطبلقة. الطبلقة مكروهة إلا لو كانت مقرونة بشيء مثل ذلك. أطال الله بقاءك بطاعته، أو قيد طول البقاء بالطاعة. خلاص، زي ما ممكن تقول أطال الله بقاءك وحسن عملك. أه جميل، دعاء حلو، يعني يتضمن حسن العمل مع طول العمر، جميل مطلوب. ولكن قالوا: يكره الطبلقة، أي منفردة من غير ما يكون إيه مقترنة بطاعة أو بطول عمر مع طاعة وتوفيق وما إلى ذلك. وسلك بك، أي مولى عز وجل، سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام. أحاديث كتير جدا وإحنا بنقرأ قريبا حتى في كتاب منهاج الطالبين إلى جنة رب العالمين، تلاقي حديث تحس إنه مش من كلام النبي، تبحث تلاقي من كلام النبي صحيح. كتير جدا من احاديث الامام الغزالي كده،
خلاص لما تبحث فيها تجد علماء صححوها وتجد ان ايضا احاديث كثيره من كلامه نفسه تجد ان هو ايه تجد في حديث صحيح هو بيقول عباره تجدها في حديث صحيح وهكذا. قال ايه فهو متمكن يعني في الحديث لان هو كان يقول ايه بضاعتي في الحديث مزجاة الا ان كان زي ما تقول العيب الذي فيه انه خلط الصحيح بالضعيف بالايات القرانيه بالموضوع لكن كله محل استدلال. ها وناخد قاعده احنا بنشتغل في الفقه برضه يعني كله محل استدلال فهياخد الايات القرانيه والصحيح والاحاديث الصحيحه والحسنه ويترك الضعيف خلاص. وايضا لما تجد حديث ضعيف او حديث موضوع خد القاعده دي ان ضعف الدليل لا يدل على ضعف المطلوب ضعف بل بطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول. مثال ذلك حديث المغرب جوهرة فالتقطوها وحديث آخر المغرب غريب يحسك على صلاة المغرب لكن الأصل أن صلاة المغرب وقتها ضيق وقصير ساعة وتلت كتير وعند الشافعية أصلا ساعة بس مش ساعة وتلت فغياب الشفق الأحمر خلاص فيجب يندم التعجيل بها اكثر من بقيه الصلوات. ليه؟ لانها وقتها يخرج بسهوله حتى ان مذهب الامام بسرعه يعني حتى ان مذهب الامام في المسائل ال 22 اللي مذهب الامام الشافعي يرجح القول القديم فيه ان المغرب يمتد الى غياب الشفق الاحمر. والمذهب الجديد لا المغرب لها وقت واحد خمس مقدار ما تتوضا وتاكل اكله شرعيه وتصلي السنه القبليه وتصلي الفرض وتصلي السنه البعديه وخرج الوقت. واستدلوا باحاديث هنا واحاديث هنا، لكن انا قصدي ايه؟ شوف مدى اهتمام العلماء بضيق وقت المغرب، لكن الحديثين موضوعين. خلاص؟ لكن هل بطلان الدليل كل حديث موضوع يدل على بطلان الحكم المدلول؟ لا. الحكم صحيح ومطلوب ومندوب الى انك تعجل بالمغرب لان وقتها على المذهب الجديد انه يخرج بمقدار اذان المغرب وسبع ركعات بعد الوضوء. بس ويبقى خرج كما رجح النووي ذلك. بس ما رجحش ايه؟ قال لك لا برضه الى غياب الشفق لان الحديث رواه مسلم. صلاه المغرب ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق. طيب. اعلم ايها الولد المحب العزيز اطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل احبائه. اعلى درجه هي درجه الحب يا جماعه. شيء الدرجه اعلى منها. فالمرء مع من احب. خلاص وقال ايه يحبهم ويحبون أدلة مع المؤمن أعزة مع الكافرين فأعلى درجة أعلى من الصدقية كمان ممكن تكون أعلى من الصدقية لأن هي المرء مع من أحب. فده عشان كلمة ايه المحب العزيز أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائي. أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام. عايز تاخد النصيحة خدها من سيد الخلق. فإذا اتبعت سيد الخلق خلاص يبقى كله تمام. ماشي؟ ولا تتبع غيره سبحانه. ولذلك يقول بعضهم إيه؟ خليك من الأكوان وكن مع الله ورسوله. سيبك من الأكوان وخليك مع ربنا ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس. إن كان قد بلغك منه نصيحة، لو كان بلغك نصيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بها فيبقى أنت كده ماشي سليم. فأي حاجة لك في نصيحتي، لو كان بلغت نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم فأي حاجة تطلب مني نصيحة خلاص. وإن لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية؟ إذا ما كانتش النصيحة وصلت لك سواء كان بالمباشرة أو بالنصوص الغير مباشرة من أقوال الفقهاء والعلماء والأصوليين وكل ده مرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يوجد كلمة من كلام العلماء المحققين من السلف إلا لها مرجعية في الحديث أو في القرآن أو في السنة النبوية. يقول لك العارف بالله. مين عارف بالله ده؟ من جد جد الكلام ده منين؟ من حديث حارثة. أما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أنظر إلى عرش ربي بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون والعياذ بالله تعالى. فقال عرفت فانزل. عرفت رفض العلماء كده كلمة عرفت وسموه العارف بالله اللي هو إيه؟ حاله زي حال حارثة أو على حال حارثة. إن هو إيه؟ زاهد في الدنيا مقبل على الآخرة وترك زينة الحياة الدنيا يبقى ده الولي. خلاص؟ المعرض عن المقبل على الطاعات والمعرض عن المعاصي والزاهد في الدنيا ده الولي.
اللي اسمه ايه؟ عارف بالله عرفت فجر. ففرق ما في من كلمه حتى واحنا بنقرا في الفقه او كده تلاقي كل الكلام ده مرجعيه شرعيه. ده مرجعيه شرعيه بانها انها تكون مستنبطه منها او صريحه فيها او احد مشتقات الكلمه نفسها موجود في السنه وما الى ذلك. فبيقول اذا كان إيه ان منشور ان منشور النصيحه يكتب من معدن الرساله عليه الصلاه والسلام ان كان قد بلغك منه نصيحه فاي حاجه لك في نصيحتي. الامام المدني في احد كتبه لعله يمكن الكتاب ده قال ايه؟ إن الوعظ نصاب زكاة الاتعاظ، ومن ليس عنده نصاب فليس عليه زكاة. يعني الوعظ عشان تبقى واعظ لازم يكون عندك زكاة، عندك اتعاظ. لما يكون عندك اتعاظ عايز تزكي الاتعاظ بتاع ده فتعظ. زكاة مصاب الاتعاظ، إن الوعظ زكاة مصاب الاتعاظ، ومن ليس عنده زكاة، شوف هضم الإمام الغزالي نفسه فليس عليه نصاب. يقول ايه؟ انا ما عندوش زكاه ما عندوش نصاب، انا ما عنديش اصلا اتعاظ فمش عليش ان انا اوعظ الناس. ده هو الامام الغزالي يقول الانسان يكون كده هضم النفس. ها؟ أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. دي من اهم الصفات ايه؟ الذين يحبهم الله ويحبهم. يعني من هنا جاي؟ معنى يا رب العالمين. طيب وان لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضيه؟ انت احسن تلاميذ قاعد عليا وبتقرا طول النهار وكل حاجه، ها؟ وتبقى حصلت ايه؟ كل العلوم مرجعها الى سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، كل العلوم كل العلوم. فهو المنذر لجميع علوم الشريعه صلى الله عليه وسلم. الاصول الفقه وضع قواعد اصوليه عليه الصلاه والسلام. قواعد الفقه وضع قواعد فقهيه عليه الصلاه والسلام، بس بالاشاره خلاص؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم برضه دي حاجه مهمه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كل الفرعيات واحكامها الى قيام الساعه. ولذلك ايه؟ وضع اصولا. وضع اصول ترجع اليها، فهو نفسه واضع علم الاصول، منشئ علم الاصول ومظهره. خلاص؟ قبل الشافعي. فالشافعي ما اقتبس علم الاصول الا ايه؟ من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فالوضع للعلوم كلها حتى اللغه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلوم وضعها هو عليه الصلاه والسلام او المنشئ لها والمظهر لها اولا، وكل من رسول الله ملتمس رشفا من الظهر او غرفا من الدين. كل العلوم بياخذوها منه صلى الله عليه وسلم. كل العلوم. فتلاقي مثلا ايه؟ قاعده دين الله احب ان يقضى، هو قالها عليه الصلاه والسلام. دين الله اولى بالقضاء على اختلاف الروايات، لكن قصدي هو اللي وضع القاعده دي. والعلماء يوم الشافعيه يفهموا فهم دقيق. يقول لك ايه؟ في حالة الموت يبقى دين الله مقدر على دين العباد. شوف قال كده، يعني ايه الدين؟ واحد عليه دين في الحياة. عليه دين للبشر وعليه دين لله. يقدم دين البشر عليه زكاة وعليه دين لواحد مدين دائن ليه، فيسدد دين الدائن أولا ولا يسدد دين الله تعالى، يؤخر الزكاة. لكن لو مات يقدم دين الله بالقاعدة اهي. إن أبي قد مات وقد ادركته حد، او المراه اللي ماتت ها وكانت ادركتها فرد حد، قال ان كان على امك دين اكنت قاضيتي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله احق ان يقضى. فبين اهو الشيخ ياخذ كده من الدين، لو الواحد مات يقدم دين الله تعالى، فتقدم الزكاه قبل المستحقين للدين، ويقدم ما يخصص للحج ان وجب عليه الحج، وهكذا وجوبا خصما من التركه اولا، فاول ما يخصم من التركه بعد تجهيز الميت دام ديون. خلاص؟ تمام. دام ديون. فكلمه الدام تدل على الديون، ديون بقى قسمين، ديون الله وبعدين ديون العباد. اقول لك ديون الله تقدم بالحديث ده. واضح؟ فهو هو قعد كل شيء عليه الصلاه والسلام، ولم ياتي بالفروع بس عشان الجهله اللي ما عرفوش في الاصول وما عندهمش اصول فقه ولا اصول دين ولا اصول ولا قواعد فقه. يقول لك ايه ده بعث ببيان الفرعيات كلها. اقول له لا، الفرعيات الى يوم القيامه غير منحصره غير محدوده. ها؟ يحدث للناس حوادث جديده واشياء. فمتى نرجع ايه للقياس على ايه؟ على الشرع، على ايه؟ على القواعد اللي قعدها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ لانه قعد فرع زي ايه؟ دين الله احق ان يرضى، وضع قواعد كثيره عليه الصلاه والسلام، او اشار لك لعلم القواعد بان تجمعها. فجمعوا الامام الشافعي. ومش معقول هيقول كل القواعد الفقهيه والاصوليه عليه الصلاه والسلام،
القواعد الفقهية عندك موسعة بورنو بتاعت القواعد الفقهية 13 مجلد في القواعد الفقهية. هيقولون إيه ولا إيه؟ عليه الصلاة والسلام. فإيه وضع الأسس ولم يأتي بالفروع فقط. أتى ببعض الفروع وأصل الأصول عشان تقيس عليها. اللي هو علم الاجتهاد. علم الفقه نفسه، الفقه هو الاجتهاد لأن ده اجتهاد مع النص، والنص القرآن أو سنة أو إجماع. فلا اجتهاد مع الفعل، علم الاجتهاد ده فيما يحدث للناس من حوادث ويستجد حتى يجتهد ويعلموا حكم الله تعالى في هذه المسائل باعتبار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو صرح به من القواعد وأصول الدين. واضح؟ ومن المسائل العابرة المهمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء. فهل كل ما سكت عنه حرام؟ لا طبعا. ده هو يقول إيه؟ خشيت أن تفرض عليكم فسكت خشية أن تفرض. إذا مش معنى سكوته التحريم، معناه خشية أن تفرض بس. خلاص، هو سؤال نص على كده عليه الصلاة والسلام، خشيت أن تفرض عليه. فالإمام الغزالي بيقول للطالب ده إيه؟ فماذا حصلت لو ما كنتش وصلت للنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشرع أو مما تعلمت؟ قال: أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وأن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لا جدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله. هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكمة ونصيحة غالية. ممكن تجدها في أقوال المربين الحسن البصري، حاجات الكلام تجد هذا الكلام في عند التخريجي. موضوع، حديث موضوع. هذا يعني مما طلب لي على الوزير، لكن كلامه صحيح، المعنى صحيح قطعا. من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. إذا أقرك الله تعالى في شيء شغلك عن عبادته، يبقى هو كده إيه؟ يبقى ربنا معرض عنك. إذا أقامك في شيء شغلك عن عبادته بما لا اشتغل إيه؟ بما لا يعني. إذا أقامك الله، إذا العبد اشتغل بما لا يعني، بما لا يعني يتضمن معنيين، معنى واسع جدا، وهو بما ليس عبادة، والمعنى الأضيق هنا هو بما لا يعنيه، يعني زي إيه؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. ها؟ من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. يبقى دي المقصود إيه؟ الشرع إنك أنت ما تتكلمش فيما لا يعنيك لأنك أنت مشغول، والمشغول لا يشغل، المشغول بالله، المفروض تكون مشغول بالله كده وبالطاعة، وإنك إيه؟ أين يريد أن يراك الله تعالى ويحب أن يراك، وأين يحب ألا يجدك، فتكون حيث أراد أن حيث يحب أن يجدك موجود، وحيث يحب ألا يجدك غير موجود. وقت الأذان تبقى في الجامع بتصلي مع الناس، تنشغل النساء وقت الأذان عشان تنال النساء ثواب الرجال في صلاة الجماعة والسعي إليها، إنها تبادر وتفعلها في أول وقت الفضيلة. وقت الفضيلة ده مش خاص بالرجال، خاص بالرجال والنساء. اترك ما في يدك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء، ها، كما يكون في حاجة أهله، فإذا سمع النداء كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، كما ورد في حديث مثل ذلك. فالنساء أيضا تشتغل أول ما الأذان يبدأ، اشتغلي بأمور الصلاة حتى تحققي ثواب الجماعة للولد للرجل الذي ذهب إلى المسجد، وتحققي وقت الفضيلة. يقول شيخنا الشيخ المطيع عليه رحمة الله ورضوانه محمد نجيب المطيعي، وهو محدث يعني كان محدث عصري عليه رضي الله عنه وأرضاه، يقول إيه؟ الصلاة في الجماعة لا تعدلها صلاة على وجه الأرض، الجماعة الأولى مفيش صلاة تيجي تاخد صلاة خلاص. وهكذا النساء إنها إذا كانت في هذا الأمر إنها تثاب كما يثاب الرجال على سعيهم للمساجد، وما إلى ذلك، إذا بادرت بأخذ أسباب الصلاة ولم تخرجها عن وقت الفضيلة إلى وقت الإيه؟
الوقت الاوقات التاليه اللي هو وقت الاختيار وبعدين وقت الجواز بغير كراهه وقت الجواز بكراهه، مش كلكم فقهاء شافعيه ولا غير عن دراسه الحاجات دي؟ ماشي. فعلامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، إنه إيه لو عرفت إنك بتشتغل فيما لا يعنيك أمر مش مهم ليك، ها، وتركت المهم ليك، يبقى دي علامة إن ربنا معرض عنك. كلمة دي عجيبة. طيب عايزين ننظر لمعنى القهر من الله تعالى. قال في بيتين شعر كده تذكرتهم اليوم أو امبارح، يقول إيه إن يعني كأنها على لسان المولى عز وجل، كما اجاز انك تقول كده على لسان الله تعالى. خلاص قال ان ايها المعرض عني ان اعراضك مني، لو اردناك لكان كل ما فيك يردني. يعني اذا انت بعيد عن ربنا ده ما افتكرش ان هو عشان شويه دنيا او هوى او شيطان او نفسي شغلته او ايه او شيء لا يعني اهتم به، فلا يفتكر ان هو كده قائم في رضا ربنا، لا ده بعيد عن ربنا. ها؟ أيها المعرض عني إن إعراضك مني. ربنا بيقول له أنت الإعراض بتاعك ده مني. خلاص أنا اللي خليتك معرض عني. خلاص لو أردناك، لو أنا كنت عايز أريدك كعبد ليا مقرب حبيب عبد رباني، لو أردناك لكان كل ما فيك يريدني. فدي برضه إيه؟ موعظة إن الإنسان إيه؟ يحاول يلتفت إلى الله تعالى بصفة دائمة، وألا يلتفت إلى السوى والأغيار. ربنا يجعلنا كذلك اجمعين. قال علامه اعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وان امرأ ذهبت ساعه من عمره في غير ما خلق له لجدير ان تطول عليه حسرته. ده جزء موعظه اخرى. قال وان امرأ يعني رجل ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته أي يوم القيامة. يعني أهل الجنة يتحسرون على ساعة لم يذكرون فيها الله تعالى، لم يذكرها فيها الله تعالى في الدنيا. أهل الجنة بيتحسروا على إيه؟ الأوقات التي ضاعت منهم خلاص في الدنيا دون أن يكون ذاكرين لله تعالى أو مقيمين أنفسهم في طاعته. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. بعد ده في إشارة يعني إن إيه لازم عند سن الأربعين الإنسان إيه يقول في إشارة قرآنية على سن الأربعين كثيرة. حتى إذا بلغ أربعين بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. خلاص إن ده السن بعض التابعين كان يوصل أربعين، يعني لو كان تاجر أو أي صنعة يدي الصنعة لأولاده ويعتكف هو. وكده على كثير من التابعين انه اول ما يوصل لسن الأربعين سنه يتفرغ للعباده ويترك ايه؟ التجاره او الصناعه التي كان يصنعها. وفي هذه النصيحه كفايه لاهل العلم، هي النصيحه قلنا حديث موضوع لكن معناه صحيح. كل اللي فيه معاني صحيحه، ما فيش ولا معنى قبيح. من العلوم اللي انت تقدر تستخدمها في فهم النصوص علم ايه؟ مفهوم المخالفه. نستدل لصحة الايه الحكمة ديت ايه؟ هل لو واحد بيشتغل فيما لا يعنيه كان يبقى رضا ربنا؟ بمفهوم مخالفة للعبارة الأولى، علامة إعراض الله تعالى على العبد اشتغله فيما لا يعنيه. طب لو اشتغل فيما لا يعني هل هيكون في الرضا؟ لا، يبقى يكون في مقام يبقى في ايه؟ في الإعراض. ولو واحد ذهبت منه ساعة وايه من عمره من غير ما خلق له لجدير أن تكون عليه حسرة. هل انت مخلوق لله واللعب ام مخلوق لعباده الله تعالى؟ المخلوق مش لله واللعب. طب وهكذا. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. وفي هذه النصيحه كفايه لاهل العلم لمن اراد يعني ان هو يتعلم ويسلك الى الله تعالى. ايها الولد، نصيحه سهله والمشكل قبولها، لانها في مذاق متبع الهوى مره، إذ الملاهي محبوبة في قلوبهم. هذا تفصيل أحوال القلب. يبقى نقف عند إيه؟ الوصية الثالثة. أيها الولد، النصيحة سهلة والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.